الحمد لله، الحمد لله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، له الخلق والأمر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. حار في إبداعه الأذكياء، وضعف عند جبروته الأقوياء، وافتقر لخزائنه الأغنياء، كسر أنوف الأكاسرة وقصر رقاب القياصرة، يكيد الكائدين ويخدع الخادعين، ويمكر بالماكرين، ويملي للظالمين، ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واستنى سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ماذا؟ معاشر الأحرار والحرائر، في 18 من مارس 2011، وفي جمعة أسميناها جمعة الكرامة، وقفت مختتماً خطبتي بساحة التغيير بصنعاء، موجهاً كلماتي الأخيرة لرأس النظام حينها، قائلاً له نصاً: إن كل دقيقة تمر عليك وأنت متمسك بالكرسي، مصر على رفض إرادة الأمة، تضيق من خياراتك وتقلل من احتمالات نجاتك، فما أبقيت لنا مجالاً للحوار، وأخشى ألا تبقي لنفسك مجالاً للفرار. وفي الحديث: لهدم الكعبة حجراً حجراً أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم، فكف عن هدم الكعبة، كف عن هدم الكعبة، كف عن هدم الكعبة، واعلم أن دماء الشهداء زيت يدير عجلة نهايتك، فلا تستكثر منه. هذه الكلمات كانت آخر ما اختتمت به خطبة جمعة الكرامة في 2011، ولكن وقبل أن ننتهي من صلاتنا يوم ذاك، قبل أن ننهي صلاتنا، كان جنوده قد أشعلوا الأخدود، وفيلته قد توجهت نحو الكعبة، بينما أخذ هو يحلق بالهليكوبتر فوق رؤوسنا في إشراف مباشر على المذبحة وتلذذ سادي بها. وخلال ساعات كان قد هدم أكثر من 50 كعبة وأصاب زهاء 200، وكانت كما حذرته يومها بداية نهايته. ونحن إذ نعيش هذه الأيام في ظلال تلك الذكرى الأليمة، نود الوقوف معها ملياً، لا لنسكب العبرة بل لنأخذ العبرة، مستمعين بإنصات لما قالته لنا جمعة الكرامة، ومتفحصين وإياكم رسائلها، فماذا أرسلت وما الذي قالت. الأحرار والحرائر، تقول جمعة الكرامة: إن ثورتنا لم تكن مجرد ثأر لدم مسكوب أو مطالبة بمال منهوب، بل هي قبل ذلك غضب
لعرض مغصوب، فهي ثورة كرامة قبل كل شيء. فالاستبداد لا يتربب قائلاً أنا ربكم الأعلى، ولا يتأله قائلاً ما علمت لكم من إله غيري، إلا إذا انتهك أولاً عرض المستبد. والعرض ليس محصوراً في الفرج كما يظن الظانون، والانتهاك ليس مقصوراً على الفاحشة كما يتوهم المتوهمون، بل العرض الكرامة والانتهاك الإهانة، ولو بعبارة مهينة أو سياسة مشينة. وهذا ما عمل عليه نظام الاستبداد جاهداً، مخيراً الشعب بين كرامته ولقمته، لنرى بعد ذلك من بني جلدتنا ووطننا من يضحي بأخلاقه خوفاً على أرزاقه، قائلاً أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. فهانوا على أنفسهم قبل غيرهم، وفي وطنهم قبل مهجرهم. ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. فلما اطمأن الاستبداد إلى أنه حقق غايته في إهانة الناس وسلب كرامتهم والاستخفاف بأقدارهم، انحط بهم دركة أخرى، مخيراً إياهم بين أموالهم أو حياتهم، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوماً فاسقين. فتنازلوا عن أرزاقهم حفاظاً على أعناقهم، فأكل الحقوق دون وازع، وانتهب الثروات دون رادع، وتخوض في أموال الأمة بالباطل، والمستخفون ممتنون له أن أبقاهم على قيد الحياة. ولأن الاستبداد لا يشعر باكتمال تربُّبه وتألُّهه إلا بتحقيق المقولة النمرودية أنا أحيي وأميت، كان لا بد له بعد هتك العرض ونهب المال، كان لا بد له أن يسفك الدم، منتهكاً بذلك الحرمات الثلاث والمقدسات الثلاث التي شدد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيانه الختامي للأمة حين قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بل بذلك أسقط مشروعيته عملياً كسلطة يقع عليها مهمة احترام تلك المقدسات لا احترامها. وهذا ما ظهر عياناً بياناً في 18 من مارس 2011، حيث انكشف النظام السابق على حقيقته وحشياً دموياً سفاحاً مجرماً، حطم طوفان دماء الكرامة صورته الكاذبة كنظام متسامح متصالح، مخرجاً المخبأ من جرائمه الدموية السابقة في حق رؤساء سابقين ووزراء مخضرمين وقادة عسكريين ومشايخ قبليين ومثقفين وإعلاميين، عبر حادث مروري هنا وإبرة مهدئة هناك، وبين هيلوكس في صنعاء وموتور في عدن، مؤكداً بوحشيته أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. فكانت جمعة الكرامة بأخدودها وشهدائها لحظة تاريخية فارقة، قرر فيها جيل 2011 أنه لا إنصاف للجماهير المنهكة قبل استرداد الكرامة المنتهكة، ولا استرداد قبل انكشاف وافتضاح الاستبداد. فوقف للمستبد وقوف الغلام المؤمن للملك من قبل قائلاً له: اقتلني أمام الشعب كما تشاء، فلن أقول إلا سلمية سلمية. فاغتر المستبد بسلميتهم، وفرح بعدم مقاومتهم، وأمام أعين الشعب أطلق رصاصاته عليهم قاصداً إحداث صدمة
تعيد حاجز الصمت الذي كسروه، وتبني جدار الخوف الذي هدموه، فكان أن ارتدت صدمته إليه، فارتقى شهداء الكرامة فوق السحاب، وصرخ الشعب ثائراً: آمنا بالله رب الشباب، آمنا بالله رب الشباب. وانبعثت الكرامة وقامت على الطاغي القيامة. الأحرار والحرائر، تقول جمعة الكرامة: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت، فكن كما شئت فكما تدين تدان. فكم حاول سفاح الكرامة الفرار بفعلته، والنجاة بجريمته، تارة باتهامه الضحايا بقتل أنفسهم، وأخرى بإلقائه التهم على سكان حي الجامعة، وثالثة باشتراطه الحصانة له ولمعاونيه، ورابعة بانقلابه وحليفه الحوثي على العدالة الانتقالية. إلا أن تلك المحاولات جميعاً لم تمنع طوفان الدم الذي سفكه من الوصول إليه، وصرح الجماجم الذي بناه من السقوط عليه، لتصيبه رصاصاته التي صوبها قبل علينا، آخذة من رأسه مأخذها قبل من رؤوسنا. مع البون الشاسع والفرق الكبير بين مقام ومقام، مقام الكرامة ومقام المهانة، مقام التضحية ومقام الأضحية، مقام القبر ومقام الثلاجة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وإننا اليوم نتذكر هذا اليوم، ونتذكر تداعياته، ونتذكر اللحظة التي نعيشها الآن وهي من امتداداته، بحزن وألم كبيرين. فما كان مطلبنا قبل الحصانة إلا محاكمة عادلة رفضها فاراً من محكمة الأرض لتتلقفه محكمة السماء، ولا كان مطلبنا بعد الحصانة إلا كشف الحقائق والاعتراف بالجرم والاعتذار للضحايا وجبر الضرر ثم المسامحة والمصالحة. فانقلب عليها هارباً من العدالة الانتقالية لتلتقمه العدالة الانتقامية، فكنا به أرحم وكان لنفسه أظلم. وهذا هو قانون الدم: يأتي بك ثم يأتي عليك. وهذه هي سنة الله، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهل يتعظ من بقي من أصحاب الأخدود الذين كانوا على نار الجريمة قعود، وما زالوا على ما فعلوا بالثائرين شهود؟ هل يتعظون فيقر بالذنب ويعترف بالجرم ويطلب الصفحة على الشعب أن يغفر لهم؟ فوالله والله لن يغفر الرب حتى يغفر الشعب، والله والله لن يغفر الرب حتى يغفر الشعب. الأحرار والحرائر، وتقول جمعة الكرامة: لقد حاولت العصابة الحاكمة بعد سقوط أركان دولتها في جمعة الكرامة، واحتراق كرتها من بعد في محرقة تعز، حاولت أن تتدارك نفسها وتقدم كبشاً لفدائها، فقررت التضحية برأسها الذي زاد صداعه، وزعيمها الذي كثرت أوجاعه، فحاولوا تصفيته في النهدين لينسونا مظالمه ويحملونا مظلوميته. إلا أن القدر كان لهم بالمرصاد ولم تنجح المحاولة. وإن كانوا قد نجحوا اليوم في سفك دمه وبدأوا في استثماره، رافعين قميصه مطالبين بثاره، فإننا لن نستمع لتضليلهم ولن ننخدع بعويلهم. فللتماسيح دموع، ولإخوة يوسف بكاء، ومقتل المجرم لا يبرئ الشركاء. فليرفعوا قميصه أو لا يرفعوا، فليس كل قتيل عثمان، وليس كل ولي دم معاوية بن أبي سفيان، ليس كل قتيل عثمان
وليس كل ولي دم معاوية بن أبي سفيان. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد موعظة نفسي وإياكم بتقوى الله أقول: ولا زالت جمعة الكرامة تقول جمعة الكرامة: من كان مارد مؤامراته بصنعاء متربعا على جماجم الجمهوريين فستدفنه تلك الجماجم، ومن كانت سفينة مؤامراته بعدن مبحرة على موج من دماء المشايخ ورجال الأمن فسيغرقه الموج المتلاطم، ومن كان قطار دسائسه بتعز سائرا على قضبان من عظام قادة الجيش وأبطال المقاومة فيوم تحطمه على القضبان قادم، وكل مشروع وسيلته العنف فالعنف غايته، وكل مخطط بدايته الدم فالدم نهايته، ومن لعب بالنار أحرقه اللهب، ومن زرع الشوك لم يحصد العنب، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وتقول جمعة الكرامة: ما من مجرم خاض في دم شهدائنا السابقين واللاحقين، ما من مجرم خاض في دماء شهدائنا إلا فمع الأيام خائنا للوطن عدوا للمواطن. فمنذ 2011 جرت في النهر مياه كثيرة، فتغيرت قناعات وتبدلت مواقف، عاد معها الكثير من خصوم الثورة إلى أحضانها، فإذا هم مع الثوار مصطفين وبهم لأجل البلد متحدين، ابتداء من شراكة الوفاق الوطني، مرورا بزمالة الحوار الوطني، وانتهاء برفقة النضال الوطني، دفاعا عن الشرعية ودفعا للانقلاب. بينما بقي القتلة والمجرمون على طول الخط في الجانب الخاطئ من التاريخ طوال هذه المدة، ومع تغير المواقف وتبدل الرؤى ظل القتلة والمجرمون في الجانب الخاطئ من التاريخ، مع الفرد ضد الشعب، ومع الميليشيا ضد الجيش، ومع الانقلاب ضد الشرعية، ومع الأجنبي ضد الوطن. حتى حين فكوا ارتباطهم بالحوثيين بقوا وحدهم كالجمل الأجرب، وكأن دماء شهدائنا المسفوكة في الكرامة والقاع والدائري وملعب الثورة وفي ساحات تعز وعدن والحديدة وغيرها، كأن دماء شهدائنا تلك ودماء شهدائنا التي لا زالت تسكب وتسفك حتى اللحظة في كل أودية وجبال اليمن، وهنا على وجه الخصوص في تعز، كأن تلك وهذه الدماء تحول بينهم وبين التوبة والتغيير، وتسوقهم سوقا إلى شر الخاتمة وسوء المصير، مؤكدة بذلك صوابية ثوار فبراير في رؤيتهم للأحداث منذ 2011 وحتى اليوم كحلقات متصلة: ثورة فمضادة للثورة، فمقاومة فانتصار بإذن الله. فالقضية وفق رؤيتنا واحدة، والمسار واحد، والعدو واحد، مهما تبدلت الأدوار ومهما اختلفت المواقع، خلافا لمن يرى الأحداث خرقا ممزقة وقصصا متفرقة ووقائع معزولة فتنحرف بوصلته وتتميع قضيته، ولا يعود يعرف غرامه من غريمه ورفاقه من خصومه، فيصدق أن الجلادين في 2011 صاروا ضحايا في 2017، وسيغدون منقذين
في 2018 في مأساة مضحكة، وشر البلية ما يضحك. وتقول جمعة الكرامة ختاما، تقول جمعة الكرامة ختاما: تجوع بلادي ليشبع وادي، تجوع بلادي ليشبع وادي، ويقتل شعبي ليحيا حمادي. تجوع بلادي ليشبع وادي، ويقتل شعبي ليحيا حمادي. وكيما يهل تغور نجومي، ويخبو لأجل ضياه اتقادي، بقايا منات وأطلال عزى، ويبغي عبوديتي وانقيادي. تفاءل لما استباح الجراد مرابعنا، وهو نسل الجراد، فمنى هواه بعود حميد على موجة من دماء العباد. وهيهات وهيهات يخدعنا دمعه، ونجواه مستعطفا ما تدادي. وهيهات يخدعنا دمعه، ونجواه مستعطفا ما تدادي. فمن أطفأ النار لن ينحني عبودية لبقايا الرماد، ومن ثار ضد الفساد فلن يرى كافلا ليتام الفساد. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارحم شهداءنا وارفع قدرهم، اشف جرحانا واجبر كسرهم، أطلق معتقلينا وفك أسرهم. اللهم نصرك العاجل وفتحك القريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.